بونجور، كومونت أليفو. النهاردة هنتعلم ازاي اعبر عن الالم. عشان اعبر عن الالم بستخدم فيرب افوار. اولا بصرفه حسب الفعل اللي موجود عندي في الجملة. نستعرض تصريف فيرب افوار مع بعض: جي، توا، الى، الا، نوز افون، فوز افي، إلزون، ألزون. بشوف الفعل اللي عندي بصرف فيرب افوار معاه، وبعد كده بتيجي كلمة مال، الم. مثلا بقول جي مال، انا عندي الم. توا مال، انت عندك الم. بيجي حرف جر باشكاله المختلفه، وفي الاخر بيجي العضو اللي فيه المشكله او فيه الالم. دلوقتي انا عندي 4 اشكال لحرف الجر امتى استخدم كل شكل فيهم؟ بستخدم اول حاجه حرف الجر او لما يجي بعده عضو مفرد مذكر، زي فانتر البطن، دو الظهر، ني الانف، دوا الاصبع، خ الذراع. يبقى او بيجي بعدها عضو مفرد مذكر، على العكس مفرد مؤنث، على تيت الرأس، ما اليد، بوش الفم، جورج الحلق، عيلة بستوف، ويل العين، أغي الأذن، استماع المعدة، إيبول الكتف. و avec X à la fin بيجي بعديها عضو جمع: aux yeux، aux dents، aux oreilles، خا. نلاحظ هنا بخا اتكررت مرتين، جت مرة مفرد مذكر وجت مرة جمع على حسب المعنى: ما الأيدي، جامب الذراع، بي الأقدام. يبقى او عضو مفرد مذكر، الا مفرد مؤنث، ال ابوستروف مفرد مبدوء بفويل، او افيك اكس على فان جمع. تو مال على تيت، انت عندك الم في الراس. جي مال او دون، انا عندي الم في الاسنان. الله مال الوغي، هي عندها ألم في الأذن. الله مال أوفانتوغ، هو عنده ألم في البطن. صرفت فيرب أفوار على حسب الفعل اللي موجود عندي في الجملة، وبعد كده جبت كلمة مال اللي هي ألم، واستخدمت حرف الجر على حسب العضو اللي موجود عندي. أول حاجة تيت مفرد مؤنث، وقلت على دون جمع، و أوغي مبدأ بفويل فاستخدمت إلا أبوستخوف، فانتغ مذكر فاستخدمت او.